أصدقاء المتابعين، أهلا بيكم. فيديو النهاردة إن شاء الله دائرة التحكم في الإضاءة 220 فولت وسرعة المحركات التي تعمل على تيار متردد 220 فولت من خلال دائرة الدمر. دائرتنا النهاردة دائرة بسيطة جدا ومكوناتها متوفرة، ولكن محتاجة تركيز شوية، فنشوف الفيديو للنهاية. تابعونا بعد الفاصل، ولكن قبل الفاصل محتاجين نشوف فيديو النهاردة هيكون فيه كام لايك. الناس اللي بتدعم القناة واللي أول مرة يشوفنا طبعا يشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بفيديوهاتنا الجديدة، ونشوفكم بعد الفاصل. هنرسم مع بعض مخطط الدايرة. زي ما قلنا الدايرة بسيطة جدا ولكن محتاجة تركيز في التوصيلات. دايرتنا قلنا تعمل على 220 فولت، تيار متردد. أول مكون وأهم مكون هو الترياك، شرحناه طبعا في الفيديو السابق وهيظهر معكم دلوقتي، وهسيب لكم رابط ليه في الديسكريبشن، فيديو شرح الترياك وطريقة قياسه. ده الترياك بالشكل ده، ودي الجيت، وهنا التي 2 وهنا التي 1، تمام. والحمل والطرف ده التي 1 موصل مع طرف ال 220، والتي 2 موصل من الحمل على ال 220، تمام. والجيت هنوصلها مع الضيق، برضو الضيق شرحناه في فيديو سابق هيظهر معاكم دلوقتي وهسيب لكم رابط ليه في الديسكريبشن. ده رمز الضيق. الطرف التاني للضيق موصل مع مكثف مع المصدر والتي 1، تمام. طيب طرف الحمل او طرف التي 2 هيتوصل بمقاومة. المقاومة دي هتكون من 15 كيلو الى 100 كيلو، وبعدها موصلة على التوالي مع مقاومة متغيرة مع المكثف. ده شكل الدايرة بتاعتنا للتحكم في الإضاءة التيار المتردد 220 فولت. عايزين نشرح كيفية عمل الدايرة. زي ما قلنا مفيش نبضة على جيت الترياك، إذن مفيش تيار هيمر في الحمل للطرف التاني للتيار 220، إذن هنا الترياك قافل. طيب دلوقتي في تيار هيمر في المقاومات للمكثف، وعارفين إن الضيق بيمرر تيار عنده جهد انهيار معين، مثلا هنفترض إن هو 30 فولت. عند وصول جهد المكثف لل 30 فولت هيمرر تيار لجيت الترياك اللي بيتحكم فيه سرعة شحن المكثف المقاومتين. قيمة المقاومة المتغيرة بتكون 1 ميجا اوم. عند خفض المقاومة المتغيرة للصفر هيكون شحن المكثف اسرع ما يمكن لان التيار هيكون عالي. وعند رفع قيمة المقاومة للواحد ميجا اوم اقصى قيمة ليها هيكون التيار اللي بيمر تيار ضعيف، وبالتالي شحن المكثف وارتفاع الجهد على المكثف بيكون بطيء جدا. طيب تعالوا نرسم تيار في الحالتين، حالة ان المقاومة ضعيفة جدا وفي حالة المقاومة مرتفعة جدا. طيب هنبدأ ان المقاومة المتغيرة صفر، صفر اوم، يعني اقل ما يمكن. هنرسم التيار، هنرسم موجة واحدة لوضوح الفكرة. ده التيار هنا 300 فولت، التيار اللي بيمر من خلال المقاومة للمكثف. طيب شحن المكثف عند انخفاض قيمة المقاومة المتغيرة للصفر هيكون شحن سريع، وبالتالي هيكون بالشكل ده وبينخفض مع التيار. طيب ال 30 فولت هنا اللي هيفتح عندها الضيق بتكون فين؟ هنفترض ان هي الخط ده، هنا 30 فولت. طيب الضيق فتح وبالتالي مرر تيار لجيت الترياك ومر تيار في الحمل. التوقيت ده هيكون عند النقطة دي. إذا عند النقطة دي كان الترياك اوف، عند الخط ده كده الترياك كان اوف.
وبالتالي التيار اللي كان بيمر ليه التيتو هو التيار ده فقط، الجزء ده فقط، وجزء استقطع ناتج عن بطء صعود الجهد على المكثف بسبب المقاومة الثابتة، ودي مقاومة صغيرة بالنسبة للواحد ميجا اوم، وبالتالي الجزء ده بنتجاهله لان بتكون الباور في حدود قل بنسبة 2 او 3% فقط على الحمل، فبنتجاهل الجزء ده وهو ده الجزء اللي مر في الحمل. طيب في حالة ان المقاومة اعلى ما يمكن 1 ميجا اوم، دي الموجة بتاعتنا طبيعية، وشحن المكثف عند الواحد ميجا اوم هيكون شحن بطيء جدا، هنا 30 فولت وشحن المكثف هيكون بالشكل ده بطيء جدا، وشحن المكثف هيستمر طالما ان الموجة اعلى من جهد المكثف نفسه، فهيستمر الى ان يصل ل 30 فولت، يكون الترياك اون ويمرر تيار. هنمد خط هنا كده ويبدأ يفرغ مع انخفاض الموجة. طيب دلوقتي الباور او التيار اللي مر في الحمل هيكون شكل الموجة بتاعته ايه؟ هو الجزء ده فقط في حدود 5% او على حسب قيمة المقاومة التانية، هي اللي هتزود قيمة المقاومة المتغيرة، وبالتالي ممكن تحصل على نسبة اقل. اذا الحمل بتاعنا بيعمل من خلال الجزء ده من الموجة او من خلال الجزء الاكبر من الموجة على حسب تغيير المقاومة المتغيرة. دي فكرة عمل الدايرة. طبعا هنا قيمة المكثف بتكون من 47 الى 100 نانو فرد، والمكثف بيكون 400 فولت او 350 فولت. تمام. الترياك اللي هنستعمله هو بي تي اي 16، ده 16 امبير 1000 فولت، وليه بدائل كتيرة. شوف الدايرة عملي والمكونات اللي هنحتاجها. ده ترياك بي تي اي 16 ومكثف 47 نانو 400 فولت. نخلي بالنا في مكثفات من دي بتكون 100 فولت فقط، فممكن تضرب 47 نانو 400 فولت، ومقاومة في حدود 65 كيلو، والدايك ومقاومة 1 ميجا اوم. هنبدأ معانا الترياك هنا، هنبدأ بطرف من أطراف المكثف مع التي 1، والطرف الثاني من المكثف مع المقاومة المتغيرة، ومن التي 2 هنوصل مقاومة الثابتة، ومن المقاومة الثابتة على المقاومة المتغيرة، والضيق من الطرف التاني للمكثف مع الجيت. طيب كده دايرتنا جاهزة، ويلا نجرب. دي لمبة سيريا، طرف موصل باللمبة والطرف التاني معانا اهو، هيعدي على الدايرة كمفتاح. الطرف مع التي 1 والطرف التاني مع تي 2، وهنا كابلين الحمل، طرف داخل وطرف خارج، والمفتاح معانا اهو. نوصل باور كده، وصلنا اللمبة. طبعا الإضاءة ضعيفة جدا، إضاءة اللمبة في حدود 25%. طيب هنجرب دلوقتي نغير قيمة المقاومة المتغيرة ونشوف الدايرة بتاعتنا هتشتغل ازاي. كده بنزود الإضاءة، أعتقد واضحة. دي كده أقل قيمة للمقاومة المتغيرة، وبالتالي أقصى قدرة لتشغيل الحمل بتكون في حدود فوق 95%. طيب نقلل قيمة المقاومة
طبعا الإضاءة بتقل كده تقريبا 50%، كده تقريبا 25%، زي ما حضراتكم شايفين بالكاد الفتيل بتاع اللمبة مضيء، واضح جدا طبعا ان اللمبة تقريبا مش مضيئة. شايفين حضراتكم كده الدايرة دي بالمكونات دي تستطيع تشغيل اللمبة على اقل قيمة ليها، دي تقريبا في حدود 5% من اضاءة اللمبة. نجرب نقلل تاني، خفض تاني معانا الجهد تقريبا ل1% الى ان طفت نهائيا اللمبة. دلوقتي جربنا على اللمبة، ممكن الدايرة دي بنفس المكونات تعمل على المحركات الاي سي؟ طبعا ممكن، ولكن في المحركات المنخفضة القدرة. منخفضة القدرة يعني مثلا مروحة، كل ده ممكن، ولكن المحركات ذات القدرة المرتفعة مثل المعدات اللي بتكون 2000 واط او 2500 واط، ده بيكون تيار الحث وتيار البدء بتاعها قوي، فممكن تحرق الترياك، ولذلك دي بنستخدمها للمحركات المنخفضة القدرة فقط. هنجرب دلوقتي على مروحة، وهنا فيشة المروحة والطرف التاني مباشر من التيار 220. ونلاحظ مع بعض سرعة المروحة، نوصل باور دي كده سرعة متوسطة، هنرفع السرعة كده، دي أقصى سرعة 'قلل السرعة، كده تقريبا 20% من سرعة المروحة أو سرعة الموتور. أتمنى تكون سرعة المروحة واضحة في الكاميرا، يعني المروحة تقريبا هتقف لأنها واخدة نبضات أو موجة رفيعة جدا. طيب نزود تاني، نرفع تاني، أعتقد الدايرة واضحة، تشتغل على كل المحركات الـ AC اللي أقل من الـ 500 واط. أعلى من كده زي ما قلنا في تيار حث وتيار بدء بيكون قوي، ممكن يحرق الترياك. أتمنى تكون الدايرة سهلة وكل الناس تقدر تستفيد منها، ونتمنى تعملوا لنا لايك، بيفيدنا كتير في انتشار الفيديو، واشتراك في القناة لأول مرة يشوفنا، وتفعيل زر الجرس علشان تجيلك إشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة، ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. سلام.